هو انت كنت هارينا ترقيص يا رضا. حبيبي ربنا طب يبارك. سؤال يا كابتن، كابتن هادي خشبه كان بيجري على قدام ليه يا كابتن لما بيلاقيك في الملعب؟ ما عايز يجيب جون بقى، يقول لك اشمعنى انا ما اجيبش جوان يعني، بعدين طالما رضا موجود هو اللي هيدافع وانا اللي هاجم عشان انا اجيب جون واتصيط بس هادي برضو كان لعيب تقيل يعني، كان لعيب جامد جدا طبعا يعني. صح مظبوط. وعلى فكره لما بيتكلموا على دلوقتي الديفندرات والكلام ده الواحد بيزعل ان هادي ما بيتحطش في وسط الناس دي والله. لا الله يبارك لك صح. يعني ما يحس بيه الا اللي لعب جنبه وعاشره طبعا وشافه في الملعب يعني. في لعيبه زي مثلا كان تامر عبد الحميد، كان اسماعيل يوسف، طبعا مجدي عبد الغني قبليهم، وبعد كده هادي خشبه، وفي دلوقتي مثلا طارق حامد السولاي يعني، وحمدي فتحي، في لعيبه بس بيتقال الناس دي كلها، وادي خشبه ما بيتقالش، مش عارف ليه. ده احنا بنقوله لا ما انت عشان عشرته يا صح.